الموسم الجديد هيبقى حاجه مختلفه تماما، مخنا كله في تحضير سيزون 2. استنى عشان يبقى مفاجاه، ليفل اعلى ليفل اعلى. حان الوقت ان احنا نبدا المغامره بتاعتنا. اطول طياره ركبتها في حياتي 11 ساعه ونص للصين. السلام عليكم، عاملين ايه؟ ما كانش ينفع نبدا سيزون الثاني غير من جوه المطبخ الصيني. فبداية احنا كان لازم نيجي محل حلال عشان نجرب الاكل الصيني. الاكل الصيني اغلبيته طبعا يا اما فيه بورك، يا اما داخل فيه خنزير، يا اما مش مذبوح حلال، فمش هينفع ناكله. فحبينا ان احنا نيجي المكان المطعم الصيني ده ونجرب فيه كل الاكلات اللي ممكن يكون الصين بياكلوها عشان نجرب التجربه بتاعتهم كاملة. كاملة. مطعم اسمه زليخة، على اسم الست اللي بتطبخ هنا اللي هي اسمها زليخة، جنب جامعة اسمها جنان. طب نبدأ بإيه؟ بالشوربة. بالشوربة. بالشوربة؟ ماشي. عندنا طبق الشوربة هنا مبدئيا هو بانيو، مش الطبق ده الناس ممكن تيجي تاكله كوجبة بس كاملة، هياكل الشوربة ومع الخضار والنودلز وفي صوت حصل ولا ده؟ أنا بنبهر عادي. خلاص. طيب الثلاثة دول نودلز ميان، كل واحد فيهم مختلف شويه عن الثاني. ده فيه لحمه، ده فيه خس، ده صح؟ ده خس، نوع من انواع الخضار بس انا مش عارف اسمه. دي اطول نودلز شفتها في حياتي. فخلينا نجرب الاول ناكل الشوبستيك. جرب الشوبستيك، ما تخليك صيني بقى، راجل صيني بقى. التجربه الصينيه جربها بس هتحط في طبقك. هو ليه ما بتطلعش زيك يا عادي؟ مش عارف، علشان انا محترف. او حطها جوه معاك. قصيت ايوه عليك. النودلز بتاعتي دي عليها لحمه وفلفل. النودلز بتاعتي عليها خدت اللحمه كلها تقريبا. الخضار هو نوع من انواع الخضار، انا مش عارف اسمه ايه، بس هو شبه الكرنب مع الخس مع بعض، يعني خليط بين الكرنب والخس. طيب هما بقى بياكلوا بطريقه مختلفه، يعني هما بيزلطوا والله. كده نجرب في النودلز. انا حاسس قوي بطعم الخضار، يعني الخضار مديله فليفر جامد. والشوربه نفسها بتاعت النودلز فيها البهارات بتاعتها ظبطها جدا، انا عجباني قوي. وانا فشلت ان انا اكل بالبتاعتين دول، فانا عشان ما لكش بيها. هاكل بالشوك. انا نجحت ان انا اكل بيها الحمد لله. الشوربه بتاعتي فيها بهارات قويه، سبايسي شويه، وانا بحب السبايسي. النودلز حلوه جدا، مش معجنه زي الفل. اللحمه بس هي اللي انا يعني بالنسبه لي احب ان هي تبقى مستويه سيكا، لان هي ايه يعني كده تحتاج مجهود. تتعبنا بقى، جاي تتعبنا. هنبدل بقى مرحله التبديل. طب وانا ابدل مع مين؟ انا بحب اللحمه. خد انت بتاعت محسن وهات بتاعتك. صح كده. والله جميل. هي النودلز بتاعتي ما بتختلفش كتير عن النودلز بتاعت محسن. انا جربت بتاعت الهادي. والنودلز برضو هنا زي الفل، هي النودلز كلها واحده اصلا في اللحمه هنا. فين اللحمه؟ ما هادي كلها. كلها انت كتبتها هادي كلها؟ يعني لا، اللحمه في الطبق ده بتاع كريم مستويه اكتر. في حاجه كمان مهمه جدا، ان المنيو هنا فيه بالانجلش وبالصيني وبالعربي. نجرب اللي بعده. هنخش على البطاطس. أوبا. دي الاكله المشهوره جدا في المطعم ده، عباره عن رز وبطاطس. هي المفروض ان هي باللحمه، بس هما بيحطوا قطع لحمه صغيره جدا. انا طبعا عشان صيني جرب بال حاسس قريبه جدا البطاطس باللحمه بالظبط بتاعتنا. فلو انت عايز اكله تفكرك بالاكل المصري، انا حاسس ان دي طبق مصري قوي. يعني هو بس ناقصه لحمه زياده او ربع فرخه مسلوقه. مسلوقه رجعتني ال 20 سنه ورا. يا سلام. اللي بعده هنديها بيبسي عشان الاكل محتاج ديك تراوه. اسمه ايه؟ نيروم يامباو. شبه الحواوشي بتاعنا. نيرون انا بن هو مليان بصل، بس العيش مدي على العيش شامي محمر. اضرب. بسم الله. يلا. البصل حكايه. والله جميل يا اخي. هي بس في حاجه بتعض، اعتقد اللحمه هي في اسيا كل بلاد اسيا رحتها اللحمه دايما بتعض، مش لحمه اللي بناكلها في البيت، معرفش ليه. في كميه بصل مش طبيعيه. عاده الحواوشي بيبقى لحمه مفرومه، لكن اللحمه اللي جوه هنا مش مفرومه، هي كذا قطع لحمه شرائح من اللحمه الرفيعه جدا
متقطعه ومحطوطه مع البصل. رهيب. جامد قوي. طيب ده مش سبونسر باي بيبسي يعني ولا شيء؟ ممكن نقلبه بس ما عنديش مشكله. ممكن نجرب ده مع ده. يا ريت. الفرايد رايس مع مع خضار مع بيض وبيض. ده شبه الناسي جورينج اللي كنت باكله في اندونيسيا، كان الفطار المعروف جدا. مين اللي نسيه؟ وانا لقيته. رز متحمر مع الخضار، الخضار اللي هو فلفل وجزر وبزر وبيض بالاومليت. بيض اومليت وعملوه بقى في العجينه كده وقعدوا يعملوا. بس هم بيعملوا البيض لوحده وبيقطعوه وبيدخلوه مع الاكل ده بعد ما بيتعمل. ندوق. يلا بينا. انا بالنسبه لي يعني مش عارف، مش حاسه حته البيض مع الرز دي. انا بالنسبه لي يعني ما بحسهاش. انا بالنسبه لي حسيتها قوي، بحبه عامه، بس برضو ما بحبش البيض على الاكل عامه. انا ما بحبش البيض على الاكل، بس انا بحب الاثنين، فانا ممكن اكله بس يعني مش هطلبه يعني. طيب هنجرب اللحمه المحمره دي مع البصل. هي شبه اللحمه اللي جوه الحواوشي بس معموله بصوص مختلف وكلها لحمه. هو غالبا في صويا. صويا. ليه هي بتديني عيني؟ دي لحمه او لحمه بقى مع البصل. افرض ما عجبكش هاكله برده. ماشي. هي فيها شبه الكبده على فكره، هي مش كبده بس يعني شبه الكبده زي ما بنعمل كبده. او ورقه اللحمه بتاعت المعلم. هاتي برده حته شطه اللي هي الحمرا دي. ايوه. رد البكر. هي فيها انت لو مركب طق هيقع مبدئيا. هي انشف يعني، مش قوي يعني، بس هي انشف فاهم. بس كطعم حلو جدا. حلو. شكلهم ما بيستويش اللحمه لدرجه اللي هي اللي احنا متعودين عليها. طريقه اللحمه مختلفه يعني. طبخ اللحمه مختلف. طعمها حلو بس بتعض جامد يعني. افضل عض البكر. تجيبوها تاني؟ اجيبها. الطبق المين يعني هو بالنسبه لهم هنا النودلز هي الاكل الاساسي في اسيا عموما. فاحنا دي نودلز بحت و بس فرايد. انا شايف احنا نقلبها الاول. ريحتها جميله. عارف ريحتها ايه؟ معاها طبق كده. طبق. لا هادي مش هيقول لك لا في الحاجات دي. يا حبايبي. ريحتها ريحه تقليه الكشري. هي البصل بتاع الكشري. بصل محمر. بصل محمر. هات هات هات. انت اعتبرت البق اللي انا خدته ده هو ده اللي انا هاكله يعني ولا ايه؟ انت ما خدتش خالص. عايز اقول لكم النودلز اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت دي ونعملها في البتاع مش هي دي. دي انضف بكتير. بكتير. طعمها مسكر شويه كده. هو حرق سنه ومسكر سنه. اللي انا شفته ان النودلز في اندونيسيا وفيتنام وفي الصين كله نفس الطريقه نفس الشكل يعني. هنجرب البتاع دي مع عليها بقى. ولكن الطعم بقى بيختلف. بس ده ممكن من احلى النودلز اللي انا جربتها في حياتي. شكلها من عيله البصل. دي حاجه هما بيحطوها على اغلب الاكلات بتاعتهم. الزرعه دي. طعمها زي الفجر. حد اكل فجر؟ طعمها زي الفجر. في ناس بتطلب ده طبق لوحده نودلز بس. ولكن انا لو هاجي اكل نودلز هاخد نودلز ومعاه لحمه مثلا محمره دي. تعرف ليه؟ او فراخ عشان يبقى احنا متعودين على كده. متعودين على كده. لكن هما بره او هنا في الصين تلاقوا النودلز ده طبق بالنسبه له كفايه. كافي. لكن احنا بنحب اللحمه، بنحب الفراخ. عشان كده احنا طلبنا نودلز بالفراخ. اوبا. دي ستايل مصري اكتر بقى اللي هو بتاعنا احنا. بنحب دايما لحمه او فراخ مع المكرونه والكلام ده. نجرب بقى النودلز بالفراخ. تشيكن نودلز. لا جامده قوي. الفراخ جامده قويه جدا. فيها سبايسي برضو زي النودلز لوحدها حبه سبايسي. والفراخ طعمها قريب من حاجه احنا بنعملها بس مش عارف ايه هي. انا مش عاجباني خالص. خالص بقى. فيها مش شيش طاووق الفراخ دي بس سبايسي. اخر طبق معانا هو الدمبلينز. الدمبلينز دي محشيه لحمه. هي طبعا منتشره جدا في الصين وتشبه ايه عندنا بقى؟ ايه؟ ايه؟ هناكل عشان نعرف. ماشي. هو انت بتطلعها وتحطها في الصويا صوص الصويا صوص وتديها. اخ يا الله. انا بحب الاكل سخن. هي لحمه طبعا سخنه جدا جميله. انا حاسس ان هي دي اللحمه المفرومه بقى لو فكت. هو ده حواوشي. هو ده حواوشي قوي. لما بتقطب بتنزل منها ميه فاهم. جدا. هي في العادي لا كلها لوحدها. ثواني بس. في العادي هي بتبقى مسلوقه
ولكن دي بتتسلق وبعد كده تتحمر، تاخد وش وش تحميره كده عشان تدي ايه الاحساس القرمشه اللي فيها. امسكها كده صح. هي ميكس حواوشي على سمبوسك لحمه مفرومه بس قوي طريقه قوي. هتاكلوها تاني؟ اه طبعا تاني. وش جميله. لو هتختار طبق من الاطباق بتاعت النهارده دي احسن طبق بالنسبه لك؟ فرايد نودلز كان عالمي. حلو. وانت؟ انا دي عجبتني جدا اسمها ايه؟ دامبلينز. دمسم او دامبلينز. دامبلينز والنودلز فرايد نودلز عجبتني جدا، والشوربه اول شوربه اخدتها برده، والمحشي والعنب والحواوشي كان حلو جدا، العيش بتاعهم حلو جدا. انا بالنسبه لي الحواوشي كان هو الملك، هو الكينج. تمام. هو اصلا ان يطلع في ثلاث اربع اطباق عجبني ده يعني انجاز. لا وبطاطس باللحمه منفعش من سينا من كتر التود. ده طبق يعني مصري قوي، تعرف ان هو شبه الاكل المصري جدا. فلو انت وحشك الفرن والبيت هذا هو كده. فيديو بتاع النهارده خلص. طبعا كانت تجربه مش متخيلين ان احنا ممكن نجربها ونقدر ناكل كل الاكلات، يعني مفيش اكله اللي هو فاهم ما قدرناش نكملها. فبالنسبه لي ده انجاز. زي ما قلت احنا كنا اول ما جينا اصلا كنا مقلقين من الاكل الصيني، ان احنا كل واحد فينا كان سامع حاجه، خد دواء معاك مش عارف ايه، خلي بالك من بطنك انت يعني مش هيعجبك الاكل. بس كنا كده فكنا قافلين، يعني كنا داخلين على الصين واحنا مقلقين من الاكل. بس التجربه يعني الصراحه عدت كل الحدود. انا كنت حاسس ان انا فعلا هتقرف، بس لا انا مبسوط وشبعان. طبعا شبعان عشان اكل كتير. بس خلينا نتفق ان في اكل صيني موجود في الصين واحنا بنشوفه في المحلات هنا، وهتشوفه ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. بيتباع في السوبر ماركت وكده. ما بيتاكلش، ما ينفعش، لان ده مطعم يعني اسلامي برضه. مطعم اسلامي. لا بس هو مطعم اسلامي بس حلو. انا جربت مطعم اسلامي في بلاد تانية ما كانتش حلو خالص. يعني في اماكن تانية بيعمل اكلات مقرفه يعني، زي رجلين الفراخ اللي شفناها، زي مثلا وفرخه كامله. فرخه كامله راسها يعني مش مقطوعه، احنا يعني مش متعودين عليها. احنا حرفيا هنرجح المطعم ده قوي 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 لو في اي حد جه جوانزو. مش مدفوع الاكل. لا مش اعلان خالص. جه جوانزو عايز ياكل اكل حلال صيني. اسمه زليخه، على اسم الحاجه زليخه الطباخه وصاحبة المكان. هنا في الصين عامه لما تبقى عايز تروح اي مكان حتى لو انت عارف اسمه وقلت للراجل الاغلب مش هيفهمك، فلازم تشوف العنوان بالصيني عشان توريه لاي تاكسي يوصلك لاي مكان. ده العنوان عشان لو حد حابب يجي ياخد سكرين شوت من الشاشه للتاكسي. بالظبط. ميزه من الميزات اللي هنا ان المنيو بالعربي، فما تجيش مقلق ان مش تعرف صيني او انجلش او ايا كان. لا في منيو بالعربي، فده مصلحه. ومصلحه برده للي بيدرس في الجامعه اللي جنبه، جامعه جنين قريب جدا من الجامعه. وان دي اول حلقه في سيزون 2، فعشان بقى ايه نسخن كده عجب. هادي انت ما بترحمش اكل يا اخبطت يا عم. اقسم بالله كل ما تلخبط ياكل قطمه جديده. هادي مش جاي ريفيو ولا هادي جاي يقرب. طبعا هادي جاي ياكل. خلاص ايوه مش مصدق يعني. وبين دي اول حلقه في سيزون 2، فما تنساش بقى تظبطنا لايكات وكومنتات لو عجبك الفيديو ده، وتكتب لنا تحب تشوف ايه في المواسم الجايه واقتراحات بقى على المواسم الجايه. واستنوا الفيديوهات الجايه علشان الشغل الجامد داخل. اشوفكم الفيديو الجاي في تاني فيديو في سيزون 2 بتوع الاكل. هم هم. واحنا جايين في الطريق انا هحكي بقى. انت احنا جايين في الطريق و حد يقطع حوش. يلا لك والعربية وقفت. رز مع لحم البقر. لا 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 اسمه الصيني، اسمه الصيني. تودو نيوروميان. ها؟ تودو بطاطس. نيورو لحمة. تاني كده. تودو نيورو ليان. ده رز، ده رز. تودو نيورومي فا. تودو قولها انت والله العظيم تقولها انت. تودو نيورومي قولها. لا قولها والله تقولها. قولها وانا هقول بقى هو ده. قول. ممكن اكتبها لك اعمل لك. لا لا قول قول قول. هقول دلوقتي. الطبق ده اسمه تودو نيورومي فان. اللي قال عليه ده بالظبط زي البطاطس بتاعتنا المحمره. تودو نيورومي فان. تودو نيورومي فان. قبل ما نعمل. بما ان دي اول حلقه. وبما ان دي. بما ان بلوبرز. لا اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ نيورومي هو خليقه ليه يقول الاسامي بقى. نيورومي امباو. نيوروم بامباو. نيوروم بامباو. دي اندومي بالظبط. عامل زي اندومي اور انديو. انا واحد من دول افضل. دي ولا دي؟ دي توابلها حاسسها احلى، بس دي لما كتبتها بعديها حسيتها احلى. والله انا هاكل دي لوحدها ولا لا؟
ده بتعمل حاجات غريبه يا اخي. عايش التجربه. هو هادي لما تسيبه قدام الكاميرا بيعمل حاجات عجيبه.